رجعنا معكم مشاهدينا من جديد. مشكلة ضعف الإبصار أو أن النظر يكون ضعيف دي يمكن المشاكل الصحية اللي بيعاني منها بعض المواطنين صغار السن وأيضا كبار السن. يمكن الفترات الأخيرة دي مع دخول بقى التكنولوجيا وأن أغلب الوقت ناس كتير بتبقى قاعدة قدام شاشات بقى اللابتوب وأيضا الموبايلات والسوشيال ميديا، ناس كتيرة جدا بقت تغفل عن أنه ده ممكن يأثر على الإبصار أو على النظر، يسبب ضعف في النظر. النهاردة عايزين نتكلم عن المشكلة الصحية دي اللي ممكن بيعاني منها بعض الأشخاص مع ضيفي الكريم اللي بيشرفني في هذه الفقرة، دكتور أسامة رمضان، أخصائي طب وجراحة العيون. أهلا بك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. ضعف النظر دكتور من المشاكل اللي بيعاني منها بعض المواطنين صغار السن وكبار السن، ايضا الشباب حتى في منتصف العمر، يعني ملهاش سن محدد. ولكن خليني في البدايه استفهم من حضرتك، ايه هي مشكله ضعف الابصار؟ طيب، مشكله ضعف الابصار بيبقى ليها اسباب كثيره جدا، منها حاجات بتبقى معانا من ساعه الولاده او وراثيه، زي بعض الناس اللي بتتولد وعندهم الاب او الام عندهم ضعف نظر شديد، احيانا بيبقى الجزء ده بيبقى وراثي، هو مولود بيه اصلا. وفي بعض الاسباب بتبقى مكتسبة، زي الإصابات، شخص اتصاب حصل له التهابات شديدة في العين، زي التهاب القزحي، زي بنسمع عن المية البيضاء والمية الزرقاء والقرنية المخروطية والحاجات دي كلها، كلها حاجات بتأثر. وبنقدر نقسمها يعني مبدئيا حاجات عضوية، حاجة واضحة قدامنا، زي مشاكل الشبكية، زي مشاكل المية البيضاء، وأحيانا بتبقى حاجات وظيفية زي الطفل اللي بيبقى محتاج نظارة وما بيلبسهاش، فبيكون نتيجة أن هو نظره بيضعف او بيحصل له اللي بنسميه كسل في العين. فهي يعني الاسباب كثيره جدا، لكن في حاجات منها بنقدر نتجنبها، وفي حاجات منها حتى لو ما قدرناش نتجنبها بشكل كامل، على الاقل بنقلل اثرها على الشخص عشان يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. وعشان كده يعني بنفضل دايما ان يبقى في متابعه للنظر، مش نستنى لما يحصل مشكله، لا، لازم يبقى في متابعه دوريه، وبالذات هنا هنركز على الأطفال، لأن الطفل ما يقدرش يوضح إن هو مش شايف، أو هو اتولد والرؤية بالنسبة له هو ما يعرفش كده هو الكويس ولا لا، في أحسن من كده، وبتكون النتيجة إن ما بنكتشفهاش غير لما الطفل يبدأ يخش المدرسة أو نقارنه بزمايله. فعشان كده المفروض الأطفال دايما، طبعا طبيب الأطفال بيبقى من ساعة الولادة هو بيقدر يقيم الوضع ولو مبدئيا، لكن لو ظهر عليه أي علامات لازم نفحصه كويس عند دكتور عيون أو قبل ما يخش المدرسة. لازم دايما يبقى فيه فحص شامل لأي طفل قبل ما يخش المدرسة، عشان لو في أي مشكلة دايما نتداركها بدري. في ناس دكتور بتعاني من قصر النظر، وفي ناس عندها طول نظر، إيه هو بقى قصر النظر وإيه هو طول النظر؟ طيب، ببساطة إحنا عشان نشوف كويس، الصورة اللي احنا شايفينها لازم تتركز على الجزء الحساس من العين اللي بنسميه الشبكية أو مركز الإبصار اللي في الشبكية. العين فيها طبقات شفافة اللي هي القرنية والعدسة بتاعت العين، دول بيشتغلوا زي عدسات بيجمعوا الصورة على الشبكية. عشان نشوف بدقة يبقى لازم الصورة تتجمع كويس على المركز بتاع الإبصار على الشبكية مظبوط. بعض الناس بيبقى عندهم مشكلة في القوة بتاعت العدسات بتاعت العين دي، سواء بتبقى أقوى من الضروري أو أقل، فبتكون نتيجة أن الصورة يا إما تتكون قدام الشبكية، يعني بتتجمع بس مش على المركز بتاع الإبصار، قدامه شوية، ودي اللي بنسميها قصر النظر، أو خلف الشبكية وبيكون نتيجتها طول النظر. الشخص نفسه بيحس بإيه؟ اللي عنده قصر نظر ده بيكون بيشوف الحاجة القريبة كويس، لكن الحاجة البعيدة ما تبقاش واضحة. إنما اللي عنده طول نظر العكس، بيبقى شايف البعيد أوضح، هو برضو بيبقى شايف القريب، بس هي الفكرة ان هو بيبذل مجهود اكتر عشان يشوف الحاجة القريبة، فبالنسبة له الحاجة القريبة بتبقى مجهدة. ودي يمكن بتظهر اكتر في الكبار السن، لما يجي يقرأ ما يبقاش شايف، يحتاج يبعد الحاجة عشان يشوفها، او بيحتاج نظارة لوحدها اسمها نظارة قراءة. الطفل بيقدر يشوف وهو عنده طول نظر، بس عينه بتبذل مجهود بزيادة، وده احيانا بيكون نتيجته اللي بنسميه حول انسي. بنلاحظ بعض الاطفال لما يركز جامد في الكتاب او في الموبايل العين بتحدف احيانا. فعشان كده ضعف النظر اللي هو طول النظر بالنسبه للاطفال دايما بالنسبه لنا بيبقى اخطر شويه، لان هو لو عنده قصر نظر هو شايف القريب، وهو معظم حياته قريبه ما فيهاش مشكله كبيره. انما لو عنده طول نظر ده احيانا بيكون نتيجته حول، واحيانا بيكون نتيجته كسل في العين. فهو ببساطه نقدر نقول ان اللي عنده طول نظر بيشوف البعيد احسن، اللي عنده قصر نظر بيشوف القريب احسن، لكن هما في الحالتين تعتبر نوع من انواع ضعف الابصار. ضعف الابصار. طب دكتور، يعني ازاي اعرف ان انا محتاج اني البس نظاره، او محتاج ان انا اعمل كشف للنظاره؟ وايه الفرق بقى بين النظاره اللي هي بيتقال عليها نظاره حفظ نظر
ونضاره بقى عشان تحسن الرؤيه. تمام، هنبدا من الاول خالص. زي ما قلنا الاطفال مش عايزين نستنى لحد ما هو يحس. صحيح. احنا من المفترض ان هو قبل ما يخش المدرسه ولي الامر بيلاحظ او المدرس بيلاحظ. لو لاحظ ده طبعا ما يبقاش فيها تاخير، انما لو حتى ما لاحظش برضو قبل سن دخول المدرسه على طول بنقيم الوضع. بالنسبه بقى للبالغين او الكبار، هو هيحس حاجه من اتنين، يا اما هو مش شايف كويس، يا اما هو لما بيركز كتير عينه بتوجعه او بيصدع. ده اللي بنسميه اجهاد في العين. فهو يا اما هيبقى مش شايف كويس، يا اما عينه بتبذل مجهود زايد عشان يشوف، فبالتالي هيزغلل، هيصدع، هيحس بارهاق زياده. فهو في اي وقت احنا حسينا ان في مشكله في الرؤيه، الرؤيه مش واضحه، الرؤيه مش دقيقه، او باجهاد لما اركز في التلفزيون، اركز في الموبايل، فطبيعي لازم على الاقل نقيم الوضع، على الاقل نكشف نشوف هل محتاجين فعلا نظاره ولا بس مجرد تعليمات عشان راحه العين. وبرده من المفترض ان احنا يبقى في زي كشف دوري كل فتره من سنه لسنتين حتى لو ما فيش اعراض، لان احيانا الواحد بيبقى تحمله اعلى شويه. عندك نسبه ضعف النظر ومحتاج نظاره، لكن انا متحامل على نفسي، فما بنحبش نستنى لما الموضوع يكبر. فهو اولا لو في اي شكوى طبعا لازم، لكن حتى لو ما فيش شكوى يفضل ان احنا كل فتره نقيم الوضع، نطمن على الاقل على العينين. خصوصا يا دكتور لو في ناس بتشتغل في بعض المهن اللي بيبقوا قاعدين فترات طويله قدام شاشات الكمبيوتر، دي من الحاجات اللي بتبقى صعبه قوي. هي دي بقت مشكله كتير الفتره دي طبعا، لان وظائف كتير بقت معتمده على الشاشات، سواء التلفزيون او الموبايل او الكمبيوتر، اللابتوب والتابلت، الحاجات دي بقت مجهده جامد للعين، وبقت تظهر حتى بقى في بيسموها متلازمه الاجهزه الحديثه او متلازمه الكمبيوتر بره، ان هو في بقت مشكله لوحدها او مرض بنسميه متلازمه الكمبيوتر. شخص عشان بيقعد قدام الكمبيوتر كتير عينه بتبقى فيها تركيز كتير، بيفضل مركز فتره طويله، يعني عينه يحصل فيها درجه من الجفاف. وعشان كده بننصح دايما الناس اللي بتتعرض لشاشه كمبيوتر كتير، هم بره عاملينها زي نصيحة كده، every 20 minute look at 20 feet for 20 second. يعني أسهل في مصر كل نص ساعة، كل نص ساعة. دقيقة حتى تبصي على حاجة بعيدة شوية عشان تريحي عينيكي. ودي برضو بتبقى مهمة للأطفال، لأن الأطفال كتير دلوقتي بقوا بيمسكوا الموبايل والتاب كتير جدا، وده من أسباب إن قصر النظر بقى أكتر، لأن العين بتعود نفسها على الرؤية القريبة أكتر. وعشان كده الافضل الاطفال نحاول نعرضهم لاماكن مفتوحه كتير، ولو غصب عننا عشان الدراسه او حاجه بقى بيركز في التاب فتره طويله، على الاقل في الراحات نعودهم يبصوا على حاجه بعيده، يبص من الشباك، يبص على حاجه مفتوحه، حاجه طبيعيه، ده بيكون اريح كتير. بالنسبه للجزء بتاع نظاره الحفظ ونظاره نظر، هو طبيا مفيش حاجه اسمها نظاره حفظ فعليا، لكن هو مجازا احنا احيانا بنطلق نظاره حفظ دي على الشخص اللي عنده درجه ضعف بسيطه. فهو شايف من غير نظاره فبيعتبرها نظاره حفظ، لكن الحقيقه عايزين نحافظ على نسبه الابصار بالشكل ده، ما يحصلش فيه ضعف اكتر. هي بتبقى حاجتين، اولا بنحاول نحافظ على النظر عشان ما يضعفش اكتر، ثانيا بنريح العين. لكن هو فعليا مفيش حاجه اسمها نظاره حفظ بس، هي لازم بتبقى نظر وحفظ في نفس الوقت. بس لما بتبقى خفيفه احيانا عشان الشخص ما يحسش يعني ان هو عنده مشكله بيسموها نظاره حفظ. هل يا دكتور في اشخاص ممكن يقدروا في نظاره واحده يجمعوا ما بين القراءه، نظاره للقراءه ونظاره للمشي او للحركه بالشكل المعتاد؟ تمام. هو لحد سن الأربعين احنا هي بتبقى نظاره واحده لكل حاجه. يعني الطفل لما بيلبس نظاره بيلبسها لكل حاجه، اللي عنده 20 سنه 30 سنه لما بيلبس نظاره بيبقى لكل حاجه، قرايه ومشي وكل حاجه. لكن هي الحقيقه بعد سن الأربعين قدرة العين على انها تغير الفوكس او الزوم بتاعها من بعيد لقريب بيبقى صعب شويه. بنفقده بالتدريج بداية من سن الأربعين، وعشان كده ساعتها بتبقى صعب ان نظارة واحدة تجيب المسافات والقريب. لحد سن الأربعين عادي هي نظارة واحدة بتبقى كفيلة بكل حاجة، لكن بعد الأربعين بيبقى على حسب. اللي عنده قصر نظر ساعتها بيلبس النظارة عشان يشوف البعيد، لكن القريب هو بالفعل بيشوفه كويس بعينيه فبيقلع النظارة ويشوفها. اللي عنده طول نظر هي اللي بتبقى مشكله شويه، لانه ساعتها بيبقى محتاج نظارتين، نظاره للبعيد او نظاره مشي او مسافات او التلفزيون، ونظاره للقريب او القرايه او الموبايل. وان كان احيانا بنقدر نجمعهم في نظاره واحده بنسميها باي فوكال او مقسومه، بتحتاج وقت اكتر عشان تتعود عليها، لكن هي بتبقى عمليه لبعض الناس عشان ما يضطرش يقعد يبدل بين النظارتين. تمام. دكتور في بعض الناس يمكن ما بتحبش تلبس النظارة، بيلجأوا للينسز يعني كبديل.
ايهما افضل وامن يعني من الناحيه الطبيه؟ ايه الافضل في عمليه الابصار وايه الامن برضو على العين؟ يعني احنا برضو مش عايزين نتكلم ان احنا بندور بس على الشكل الجمالي، ولكن عايزين نفكر في الحاجه الامنه، لان العين دي يعني اكتر مكان يمكن الواحد لازم يكون حريص جدا، لانه العين فعلا ما تتعوضش، يعني من اكتر الاماكن في الجسم اللي حساسه جدا جدا، حتى لو لا قدر الله في اي عمليات جراحيه بتبقى صعبه قوي. فايه الافضل والحاجه بتنصح بيه المواطنين للاستخدام؟ طيب هو احنا لو قارنا بين النظاره والعدسه، لا طبعا النظاره امن، لان النظاره يعني العدسه بتلمس العين، فمع كل مره بنحطها او بنشيلها بيبقى في خطوره مش كبيره لكن موجوده طبعا، ان يحصل جرح بسيط، ان يطلع لو العدسه فيها ميكروب يخش جوه العين، طبعا مشاكلها مش ظريفه شويه، مش بنقول انها خطر قوي، لكن احنا لا، لو امن النظاره ولا العدسه طبعا النظاره، إلا في بعض الحالات الخاصة، سواء لطبيعة الشغل، سواء في بعض الأحيان في المناسبات ممكن، أو بعض الناس اللي عندهم مشكلة فرق بين العينتين كبير، بعض الناس بيبقى عندها عين مثلا فيها قصر نظر شديد وعين لأ، ده ممكن يكون بالنسبة له الرؤية بالعدسات أحسن شوي، عشان تخلي العين اللي فيها نظر قصر نظر شديد قريبة من العين التانية، لان احنا ساعتها لما بنلبس نظاره بيبقى في نظاره سميكه قوي ونظاره عاديه، وده احيانا الشخص ما بيستحملوش، بيبان في العدسات برضو مش بس الفرق بيبان شوية. احيانا هو الشخص بيشوف رؤيه مزدوجه، لان حجم الصوره هنا بيختلف عن حجم الصوره هنا، وبالتالي بيخلي الشخص مش شايف كويس، مش مرتاح، ودي الحقيقه من اهم يعني اسباب استخدام العدسات اللاصقه، وان كان في بعض الناس لبستها وقعدت بيها فترات طويله ما حصلش مضاعفات، لكن مع العفره والاتربه والجو بتاعنا والتقلبات الحقيقه ما بننصحش يعني بيها. ولو حد هيستخدمها لازم يراعي نظافتها كويس جدا، المحلول بتاعها ما يستخدمهاش فترات طويله، يعني في معظم الاحيان احنا ما بننصحش ان هو الشخص يستخدمها اكتر من 6 ساعات، ولو حصل اي التهابات او حساسيه في العين بنتجنبها لحد ما العين تهدى، انما طبعا النظاره ما فيش منها اي مشكله في اي وقت هتضايقنا هنقلعها. يعني نسبه كبيره جدا من الفتيات تحديدا والسيدات اللينسز دي بقت حاجه اساسيه في حياتهم، لدرجه ان هم ممكن يعني هيناموا شويه وهيناموا بيها، ما بيقلعوهاش تماما، لانه في بعض السيدات لو جت حتى قلعت اللينس بتلاقي ان شكلها متغير من كتر ما هي طول اليوم معتاده ان هي تلبسها. قد ايه ده شيء خطير جدا وممكن يعمل لها مشاكل كبيره، لانه في بعض الناس ما عندهاش درايه او مش متخيله ان هي ممكن تكون مضره بالشكل الكبير. لا الحقيقه احنا في الفترات اللي فاتت شفنا مشاكل كتير من العدسات، لان اولا في ناس بتشتري العدسات دي من محلات حتى مش مراكز رخيصه نوعها، مش فاحيانا في مش بعضها جيد. ما بيبقاش كويس، وبعضها بيبقى فيه ميكروبات، فعلا لما بيجي ميكروب من العدسه بيبقى خطير جدا، لان القرنيه بتاعت العين الجزء الشفاف الخارجي اللي بيتحط عليه العدسه ده جزء غالي جدا في العين، فلما بيجي فيه ميكروب او بيحصل مكانها عتامه بتبقى مشكله كبيره، مش عايزين نخوفهم، لكن يعني دايما نصايحنا اقل وقت ممكن، ونراعي جدا النوع نفسه يكون كويس، والاستخدام بتاعها يكون مراعاه للنظافه بتاعتها كويس، ودايما بنحذرهم ان هم يغسلوها او ينظفوها بميه الحنفيه او الميه العاديه، لان دي حاجه خطر جدا. وعشان كده هو ظهر فكره بقى تصحيح الابصار عموما. يعني هي البنات او الاشخاص عموما اللي مش قابل فكره النظاره، هو ده بالنسبه له ساعتها ممكن ننصحه بالتصحيح النظر، يعني هو لو هيستخدم العدسات بس في المناسبات في اوقات معينه والنظاره في باقي الوقت مفيش مشكله ممكن، انما لو هو بيلبس نظاره طول الوقت العدسات اسف طول الوقت، لا ساعتها يبقى يفكر اكتر في ان هو يعمل تصحيح نظر، لان دي حاجه يعني حاجه هتكمل معاك، انما العدسات دايما نشيلها ونحطها، ومع كل مره وارد يحصل فيها مضاعفات. راي حضرتك ايه دكتور في النظارات اللي بتبقى جاهزه اللي بتتباع في الصيدليه بقياس محدد؟ يعني حضرتك بتنصح بيها ولا بتفضل ان كل شخص لا يروح يعمل هو التشيك ويكشف ويفهم بالظبط ايه القياسات اللي هو محتاجها عشان تكون نظاره اكتر يعني انضباطا او تكون احسن؟ تمام، هي طبعا دي يعني ما ننصحش بيها غير لو الدكتور نفسه هو اللي نصحك بيها، لان هو كل واحد عينه ليها مقاس مختلف، واحيانا كمان كل عين ليها مقاس، وبالتالي لازم بتقيس على الجهاز والدكتور بيشوف المقاس بتاع العين، لو طلع المقاس بتاع العينتين زي بعض وفي زيه جاهز ممكن ساعتها نفكر، لكن هو الحقيقه ما بننصحش بيها، وان كان احيانا الشخص بينخدع، لان هو لما بيجربها احيانا وبالذات الاشخاص اللي بيبقوا محتاجين نظاره قراءه، لما بيلبسها بيشوف الحاجه كبرت، الحاجه واضحه،
فبيحس طب ما انا شايف بيها كويس فبيستخدمها، لكن احيانا مع الوقت سواء لان عين منهم مش مرتاحه عن التانية او لان المقاسات زياده عن اللي هو محتاجها او اقل شويه، بيكون نتيجتها ان بيحصل اجهاد زايد مع الوقت واحتياجه ليها. احيانا بعض الناس بتلبس مقاسات اكتر من اللي المفروض تلبسها، فبيكون اعتماده عليها اكتر واكتر. فلا طبعا هو الافضل ان كل شخص يعمل المقاس، يعني مقاس عينك ده حاجه خاصه زي مقاس هدومك بالظبط، حاجه خاصه بيك انت. واحيانا شخص. كمان كل عين ليها مقاس، وده الاهم طبعا. النظارات الجاهزه العينتين زي بعض، مش هتلاقي نظاره مقاس عين زائد واحد والتانيه زائد واحد، لا بيبقوا الاثنين زي بعض. فانت لو عندك في فرق في المقاس في العينتين لا طبعا مش هينفع، فهو ما بننصحش بيها الا لو الدكتور بعد ما قيم الوضع ولقى ان العينتين مقاسهم كويس والزائد واحد زائد واحد زائد اثنين زائد اثنين، ممكن يقول لك ممكن تجيبها جاهزه. نعم دكتور، قد ايه الامراض المزمنه زي السكر او ضغط الدم ممكن يكون ليها تاثير على الابصار او على ان يكون في مشاكل في العين؟ وتحت السكر هو ممكن يكون ليه الاثر الاكبر يعني على قدره على الابصار. تمام، عموما العين جزء من الجسم، واي حاجه بتاثر على الجسم بتاثر على العين. الضغط بيأثر طبعا وان كان على المدى البعيد اكتر، لكن السكر هو من اخطر الحاجات الحقيقه اللي بتاثر على العين، وفي ناس كتير عندها سكر ومش عارفه المشكله دي، وللاسف بتكون نتيجه ان هو ما بيلجاش لدكتور العيون الا لما بيبدا يحصل مضاعفات بالفعل. السكر ليه تاثيرات كتير جدا على العين، اولا ممكن بيزود فرص ان يحصل عدوى في العين لان هو مناعته بتبقى اضعف شويه، فرصة ان يظهر له ميه بيضاء بتبقى اكتر شويه من الشخص العادي، واحيانا بتيجي في سن بدري عن اللي بتحصل. اذا كان قلنا مثلا الناس الاشخاص العاديه بتبدا تظهر بعد الخمسين بعد الستين، اللي عنده سكر لا ممكن تظهر في الاربعينات او قبل كده. الاهم من كل ده بقى هو تاثير السكر على الشبكيه، لان دي حاجه ما بتبقاش ظاهره قوي للشخص، ولازم بتظهر لنا في فحص قاع العين اللي المفروض بنطلبه من المريض اللي عنده سكر كل سنه، مفروض كل سنه حتى لو هو ما بيشتكيش، حتى لو شايف كويس لازم برضو يعمل فحص لقاع العين، أو دكتور السكر بتاعه بيطلب منه فحص قاع العين كل فترة. عشان أحيانا السكر بيعمل تغيرات في الشبكية بيكون نتيجتها حاجات بنسميها ارتشاحات في مركز الإبصار زي التهابات، أو أحيانا نزيف في الشبكية، ودي الحقيقة بتبقى حاجات ليها مضاعفات خطيرة جدا. لما بنلحقها بدري بيبقى علاجها بسيط، نعمل حاجات اسمها حقن داخل العين أو ليزر، وبنثبت الوضع على قد ما نقدر. لكن بعض الناس ما بتلجأش اصلا لدكتور عيون الا لما تبدا الرؤيه تكون اتضررت جامد، وساعتها لمرحله متاخره بنضطر يعني. احيانا لتدخلات جراحيه وعمليه استئصال جسم زجاجي وعمليات كبيره شويه، وساعتها برضو النظر في الغالب ما بيرجعش زي ما كان. فدايما في الموضوع ده الوقايه اهم رقم واحد، طبعا ضبط السكر، يعني تظبيط السكر من الحاجات اللي بتحمي العين بنسبه كبيره جدا. رقم اتنين المتابعه لقاع العين، عشان لو في بدايات مؤشرات ان في مضاعفات ممكن تحصل، ممكن بنستبق الاحداث زي ما قلنا بجلسات ليزر، او احيانا بنحتاج جلسات حقن برضو بتبقى امور بسيطه وابسط من ان احنا نخش في امور اكتر. واحيانا كمان بيبقى في كبسولات او حاجات بتحمي الشبكيه اكتر، لكن طبعا اهم حاجه بالنسبه له هو ان هو يظبط سكر كويس وانه يتابع قاع العين كل فتره عشان لو في اي حاجه نعالجها بدري. تمام، هل دكتور تصحيح النظر باستخدام الليزر دي من الحاجات الحديثه طبعا واللي في بعض الاشخاص بيلجأوا ليها، ولكن عايز اعرف من حضرتك هل كل الفئات العمريه ممكن يعملوا الليزك، ولا مثلا ناس معينه او في عمر معين ممكن تتعمل، في اشخاص ممكن تجيب معاهم نتيجه واشخاص تانيين لا؟ يعني نعرف من حضرتك اكتر عن الموضوع. تمام، طيب هو اولا عمليات تصحيح الابصار كتير، مش بس ليزر، يعني في عمليات زرع عدسات وعمليات استبدال عدسات، في عمليات كتير جدا لتصحيح الابصار، لكن هو الاشهر والاكثر شيوعا هي عمليات الليزر، او الاشهر منهم كمان هي الليزك. هي احنا بنفضل ان احنا عشان نعملها في شروط معينه تتوجب انها تكون موجوده في الشخص، اهمها ان النظر بتاعه يكون ثابت. ليه؟ لان زي ما بنقول كده انت بنعملها مره واحده، هل النظر بيرجع تاني يا دكتور ولا لا؟ عشان النظر لما نصلحه يفضل معاك مكمل فترات طويلة أو مكمل معاك طول العمر، يبقى لازم يكون نظرك أصلا ثبت. لأن بعض الناس بيبقى لسه النمو بتاع جسمهم ما اكتملش، وبالتالي العين حجمها لسه ما وصلش للحجم النهائي، فده بيغير من المقاسات بتاعة العين. فبالتالي ده لو عملت له تصحيح هيجي بعد فترة مقاسه وهيتغير تاني، فهيحتاج تدخل تاني. فهو الأفضل إن احنا ما بنعملش تصحيح إبصار قبل سن 18 سنة،
لان احنا متوقعين ان لحد السن ده لسه في نمو في الجسم، تغيرات بتحصل بالظبط، في نمو في الجسم وبالتالي في تغير في المقاسات. جانب كمان ان هو يكون عدى 18 سنه ان يكون نظره بدا يثبت، لان بعض الناس بتتاخر شويه، يعني بعض الناس وبالذات في الاولاد اكتر من البنات بيجي عند 18 بيكون لسه برضو الجسم ما وصلش لاكتمال النمو، فبنستنى لحد 20 او 21 سنه. حاجه اخيره ان هو العين نفسها ما يبقاش فيها حاجه تمنع ده، لان بعض الناس بيبقى عندهم قرنيه ضعيفه او قرنيه مخروطيه، ساعتها ما بنفضلش ان احنا نعمل على الاقل العمليات بتاعه الليزر، ممكن نلجا للعمليات التانية. الجزء الاخير بس اللي هنتكلم فيه ان هو قبل سن 18، احنا قلنا قبل 18 ما بنفضلش الا في حالات استثنائيه. الحالات الاستثنائيه دي زي ما كنا قلنا من شويه في فكره العدسات اللاصقه، لما يبقى فيه شخص او طفل عنده عين نظر ضعيف قوي وعين أقل، يعني فرق كبير بين الاثنين، ساعتها النظاره ما بيتحملهاش، وساعتها ممكن نلجا ان احنا نعمل تصحيح في العين بس اللي ضعيفه عشان نقربها للعين الثانيه، وبالتالي يقدر يستحمل النظاره. ساعتها مش بنعملها كبديل للنظاره، لكن بنعملها عشان ما يحصلش كسل في العين اللي هي الاضعف، ودي يعتبر الاستثناء الوحيد ان احنا نقدر نعمل عمليات تصحيح الابصار في الاطفال، ان هو يبقى عنده عين فيها كسل او فيها ضعف شديد والعين الثانيه لا كويسه، او الفرق بينهم يكون كبير، لان هو الطفل احيانا لما بنلبسه النظاره احيانا ما بيستحملهاش، او احيانا بيستحملها بيزهق منها. مش بس لا احنا مش بنتكلم في ان هو هيستغنى عنها نهائي، لا احنا بنتكلم ان العينتين في فرق كبير بين العينتين، وهو ممكن ما يستحملهاش كرؤيه، يحس ان الرؤيه العين دي رؤيتها غير العين دي، وبالتالي النظاره بيبقى شايف رؤيه مزدوجه، او يبقى عين منهم يحصل فيها كسل، فساعتها بنعمل له تصحيح عشان نحميها من الكسل ده. نعم دكتور، في بعض الناس كده سريعا بيعانوا من عرض في العين، انه بيبقى فيه تورم في الجفن السفلي او العلوي، خصوصا مع يعني لما بيقوم من النوم كده يقول لك انا عينيا ورمه مش عارف ليه، من الجفن اللي فوق او اللي تحت، ايه السبب؟ بص، هو الموضوع ده ليه اسباب كثيره جدا، اسباب منها مختصه بالعين نفسها واسباب من الجسم. العين نفسها ممكن مع الإجهاد مع الإرهاق، لو في عنده ضعف نظر وما بيلبسش نظارة، الحاجات دي كلها أحيانا بتزود، وبعض الناس بيبقى الجلد نفسه الطبقة الخارجية للعين فيها نسبة ضعف، وبالتالي الدهون اللي خلف العين بتبدأ تبرز، أو عنده زيادة شوية في الدهون اللي حوالين العين. وبعض الناس الأسباب بتبقى في الجسم، زي اللي عنده تورمات في رجليه أحيانا لما بينام برضو المية بتتجمع شوية حوالين العين. فهو الأهم في الموضوع ده إن احنا نحاول نشوف السبب ونعالجه. صحيح. طيب انا بشكرك دكتور، افدتنا النهارده معلومات كتيره قيمه عن ضعف الابصار والمشاكل اللي ممكن بتحصل نتيجه ضعف الابصار. بشكر حضرتك جزيلا دكتور اسامه رمضان، اخصائي طب وجراحه العيون. شكرا لك يا دكتور. شكرا. وبكده مشاهدينا بنكون وصلنا مع حضراتكم لختام حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم على حسن المتابعه، وغدا ان شاء الله يتجدد لقاء حضراتكم وحلقه جديده وساعه صبحيه. شكرا لكم، الى اللقاء.